السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم النهاردة وفيديو جديد والآيس كاب بطريقة جميلة جدا وغرزة جديدة إن شاء الله تعجبكم. واللي ما اشتركش معانا إن شاء الله يفعل الجرس يشترك معانا ويشترك معانا، والمشتركين بتوعنا إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتسيبوا لنا تعليق جميل أعرف منه إن أنتوا عجبكم أو لأ. تابعوا معايا إن شاء الله وتستمتعوا. بسم الله ونبدأ. هنبدأ بعشر غرز. يعود البداية ده خيط صوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. تمام. أنا باجي هنا أول واحدة ما بشتغلش فيها، بدخل في تاني واحدة وأعمل أخد معايا الغرزة معايا الخيط وأعمل عمود نص عمود، واخد تاني واخد غرزة اللي وراها من نص عمود ومن نص عمود بالشكل ده. تمام. اخد الخيط وادخل الغرزة اللي وراها وعمل نص عمود، واخد الخيط كده واخد من نص عمود في العشرة كلهم بقوا تسعة عشان سبت اول ايه اول سلسلة سبتها بعد الإبرة على طول بسيبها أول واحد، وبعدين بعمل كل الغرز نص عمود بالشكل ده اهي هو تسعة. تمام. أهو بالشكل ده بطلع سلسلة واحدة بس وبلف الشغل وباجي على العمود الطرف الغرزة اللي ورا برضو وراح واخد الخيط معايا وادخل كده وعمل نص عمود. تمام. الغرزة اللي وراها باخد الخيط معايا وادخل في الغرزة الخلفية كده طرف الغرزة الخلفية واعمل نص عمود، باخد الخيط واروح الغرزة الخلفية اهي بالراحة واحدة واحدة واخد نص عمود بالشكل ده بشتغل اهو. انا عايزة اوصل للاخر عشان اوريكو هعمل ايه كده اهي نص عمود ده غرزة واخد كلهم مع بعض ما بشتغلهمش باخدهم كلهم اهي انا كده اهو باجي على اهي اهي الاخرانية اهي مش دي لا دي اهي ورا اهي مش مبقاش واضحة قوي عشان كده لازم اخد بالي واعمل كده وادي اخر غرزة اعمل غرزة والف غرزة السلسلة وألف في الشغل وأجي أجيب الخيط بالشكل ده وأدخل فيه أهي أول واحدة تقابلني وأعمل نص عمود بالشكل ده. تمام. أنا بشتغل بخيط SOC هو ناعم قوي وفتته ارخص شويه من اليزا وهملايا وكده وفتلته لو انتم لاحظتوا فيها بابره شويه بس صوف والنعمه كده. انا بشتغل على طول على قد لفه الراس يعني انا على قد حجم الراس اللي انا عايزاه بشتغل الاستك ده بتاع الراس. تمام. اللي هي بتلف حوالين الراس وبطلع تاني وبعمل بالطول بعمل المسافه اللي انا عايزاها عشان تلف حوالين ايه حوالين الراس وبعدين هكمل كده وعملت الغرزة بتاعتي بتاعت كل مرة اللي بطلع بيها الصف اللي ورا باجي ادخل عشان اقفل الايس كاب الاستك بتاعه بدخل في الغرزة اللي جنبيها دي واجيب الناحية التانية وادخل في الغرزة اللي قصادها واجيب الخيط اطلع بيه كده واطلع بيه الناحية التانية واطلع بيه كمان من ايه من الغرزة الاولانية بعمل منزلقة ادخل في الغرزة التانية في الناحيتين كده
واعمل منزلق. تمام، انا طبعا بتأكد كل مرة بطلع ان العدد 9 زي ما هو، كل مرة تأكدي ان العدد اللي بتشتغلي بيه 9 غرز عشان ما يغربش معاكي الشغل. باخد غرزة وبطلع كده بعمل غرزة تاني. تمام، واجي اخد الخيط وادخل في الجزء ده واعمل برضو نص عمود. تمام، واجي في الجزء اللي ورا الفراغ اللي ورا ده واعمل نص عمود. نفس الحكاية، انا بمشي كده على طول في الفراغات، كل بين الجزء ده وده بعمل 2. تمام، بدخل كده اهو اهي واعمل نص عمود، قصدي نص عمود، واجي تاني وادخل هنا واعمل نص عمود. تمام، بعمل 2 كل بين غرزة والتانية اللي هي ده وده، العمود ده النص العمود والنص عمود، بعمل في النص 2. تمام، نص عمود هنا ونص عمود في جنبه، وهكذا كده انا وصلت للاخر وعملت كل النص عمود. باجي في السلسلة بالشكل ده دي وبعمل منزلقة بالشكل ده تاني عشان انا الكاميرا كده، بدخل هنا واعمل منزلقة كده، بطلع 1 2 وباجي الغرزة بتاعتنا هنشتغل عليها. باجي اعمل في الغرزة دي باخد الخيط كده واطلع. تمام، واجي اعمل 1 2 واجي في 3 هنا واخد الخيط بالشكل ده. تمام، وارعى اعمل اطلع منهم كلهم كده منزلقة واعمل غرزة سلسلة. اجي هنا في غرزتين انا سايباهم، اجي من ورا واشتغلهم عمود بلف عادي، والتاني كمان نفس الحكاية الغرزة التانية اهي. تمام، اروح مكان ما خدت الغرزة هي السلسلة التالتة، ادخل واعمل واخد الخيط معايا كده واجي اعد 1 2 3 واخد الخيط واجي اطلع فيهم من بعض منهم كده كلهم واعمل غرزة سلسلة. اجي في 2 من ورا اجي اشتغلهم اهي واعمل عمود بلف عادي، والتاني نفس الحكاية عمود بلف تاني مطرح ما خدت الغرزة اهي، ادخل فيها تاني واد 1 2 وادخل في التالتة اعمل اطلع من الخيط كله واخد سلسلة واجي اعمل في الغرزتين دول اللي سبتهم بعمل عمود بلفة واخد 1 تاني واعمل عمود بلفة تاني، وهكذا اهي بمشي لغاية اخر السطر. انا وصلت هنا للاخر اهي وببدأ اعمل الدور التاني، بدخل في الغرزة دي واعمل منزلقة بتاعت العمود واعمل 1 2. تمام، واجي على الاولانية هنا اهي باخد واعمل اخد بالشكل ده الخيط، وبعدين اجي على التانية اللي هنا وراح داخلة فيها بالشكل ده واجي اعمل
اطلع منهم بالشكل ده كله ماشي، واعمل غرز واجي من ورا. انا سايبه اتنين اهي، اخد الاولاني الغرزه الاولانيه اعمل فيها عمود، وادي التانيه اعمل فيها عمود. الدور المره التانيه اعمل تاني، ادي ادخل في الغرزه دي اهي في دي، واخد الخيط معايا واسيب الغرزتين دول واجي في دي واعمل بالشكل ده اهي كده، وادخل من ورا واشتغل عمود بلف، والغرزه التانيه اشتغلها، بدخل في الغرزه التانيه اهي واعمل العمود تاني، واجي اعمل مره تالته اهي واخدها كده معايا، واجي اسيب دول واجي في دي واعمل اطلع بالخيط بالشكل ده عشان اعمل الغرزه بتاعتي. اجي من ورا واشتغل الغرزتين العمود بلفه اللي انا سايباها بالشكل ده، ادي شكل الغرزة اللي هيبقى انا بعملها واطلع بيها لمستوى قرب اللفة الاوانية بتاعت الرأس اللي هي لغاية لما هبدأ اقفل بقى وخلاص، لازم الف الدايرة حوالين الرأس عشان تبقى مظبوطة، واجي هقول لكم ان شاء الله هنعمل ايه. انا كده وصلت المسافة اللي انا عايزاها بحيث بتبقى موجودة بالظبط على اخر مسافة بالنسبة للرأس اللي انا هبدأ بعد كده اضيق، يعني بعد كده في المرحلة الجاية انا هبدأ اضيق المسافة والغرزة علشان تبقى مناسبة للرأس وتقفل من فوق ويبقى فيه تناقص. تمام، انا هبدأ اعمل كده، اطلع اتنين واحد اتنين، وهبدأ ادخل زي ما انا اتعلمت على الغرزة مفيهاش مشكلة، هبدا ادخل كده الناحيه التانيه كمان واجيبهم مع بعض تمام كده. هاجي بقى للغرزتين اللي ورا، هم دول هيبقوا اللعب فيهم عشان ابقى اعملها الغرزتين هعملهم غرزه واحده. هدخل كده ومش هنهي الغرزه، مش هنهيها لا، هدخل في التانيه واعمل نفس واعمل اول خطوه وبعد كده اعمل التلاتون مع بعض بالشكل ده تمام. هبدأ اعمل التانية كده وادخل اعمل كده اهي، ونيجي مع بعض الغرزة اهي، ونيجي من ورا انا هشتغل كده مش هكمل العمود بلفة بالشكل ده، واخده مع بعضه واجي اعمل الايه الغرزه اللي وراها من غير ما من غير ما تتعبي نفسك، هتلاقي نفسك الغرزه بتنقص وبتضيق من فوق. دي اول خطوه تمام، الخطوه دي اعمل كده برضه عادي. هكمل انا بقى ايه البقيه الصفوف عشان الفيديو يطول عليه. الدور اللي عليه الدور عملت المره السطر اللي وراه بعد ما نقصت وعملت الغرزتين اللي من ورا غرزه واحده، هطلع اتنين غرزة اتنين سلسلة وبعدين هبدأ اعمل الغرزة بتاعتي بالشكل ده من غير ما اعمل غرز خلفية. دي الخطوة التانية في التنقيص تمام، هعمل الغرزة بتاعتي من غير ما اعمل غرز خلفية بالشكل ده تمام. بعمل الغرزة بتاعتي اهي، اهي الغرزة بتاعتي اهي بتعمل اهي كده، وادخل مع بعض من غير ايه ما ادخل من ورا واعمل غرز. خلاص كده انا برقص تمام بالشكل ده اهي. ملاحظين الدنيا الايس كاب بيلم من فوق وبيزم شويه بشويه تمام. هكمل السطر وارجع لكم تاني كده. ملاحظين ان الايس كاب بدا يلم معانا بشكل جميل جدا وبنفس غرزتنا اهي،
هنبدأ نعمل السطر اللي وراه. انا قفلتك بالشكل، انا قفلت بالشكل ده مع بعضه، وبعد كده هعمل غرزة واحدة. تمام، هنيجي احنا على الجزء ده، لا الجزء اللي قبلي ده، نعمل غرزة نص عمود بالشكل ده. نطلع ايه، نطلع منها بالشكل ده نص عمود. تمام، باخد اسيب الغرزة بتاعت الغرزة بتاعتنا دي، واروح جاية في اللي جنبها كده، واعمل نص عمود كده. تمام، اجي اخد الخيط واجيب الغرزة بتاعتنا دي، لا اللي جنبها هنا، واعمل نص عمود بالشكل ده. تمام، اسيب دي واللي وراها، واعمل واخد الخيط واعمل نص عمود بالشكل ده. اهي اعمل نص عمود بتاعنا. دي برضو مرحلة من مراحل الشغل بتاعنا، ان احنا بنعمل ايه، بنقفل الشغل كده، وبنعمل بنقفل الايس كاب بتاعنا، وبننقص وبنلم ايه الشغل، بحيث ان نقدر ايه نقفله من فوق. تمام، دي ايه من غير ما ايه، من غير ما نكلكعه ولا نعمله شكله بقاش حلو. احنا بالشكل ده بندي شكل جمالي للايس، والتقفيل يبقى مظبوط. تمام، واسعة شوية ضيقة. تمام كده اهي، بناخد الغرزة نسيب دي ونحل وراها، ونعمل بالشكل ده. شايفين بدأ يعمل ازاي؟ ادي ايدي تاني تالت مرة بننقص، مرة عملنا الاتنين في واحد، ومرة ما عملناش خالص، ومرة عملنا الايه النص عمود. خلصت الايس كاب اهو، ودي اخر الغرزة بتاعت البتاع. عوز الخيط بالشكل ده اهي، دي اخر حاجة غرزة الايه النص عمود. هبدأ انا اعمل كده، جيب الابرة اللي هي التشطيب واصدمها، واجي اعمل بالشكل ده، ادخل بالشكل ده في الغرز بالشكل ده، الغرز بتاعتي كلها. اخد ممكن اخده معايا، اخدها معايا دي، معايا دي، ممكن ماخدهاش عادي، ادخلها بعدين كده اهو. ادخل في الغرز بالشكل ده، بالشكل ده زي السراج بالظبط. تمام اهي، بالشكل ده انا جيت الاخر اهو. زميته على الاخر خالص اهي، قفلتها كده بالشكل ده. هربط دي بس، الجزء ده هربطه كده، واقص الجزء الزيادة مش لازمها كده. ممكن اخد معايا بقى في عشان اتبت عليها، بس انا اخدها من جوه، نقلب الشغل بالشكل ده، وناخد الخيط من جوه، ناخد كمان الخيط بتاعنا الزيادة كده، ونبدأ من جوه نقفله ونثبت عليه بالشكل ده كده.
بلف الشغل ده بقى، وده معانا برضو هاخد الغرز بالشكل ده ونثبت عليها تاني اهي، نلفها مرة تانية كده الغرزة اللي جنبيها ونعمل كده اهي ونقفل بالشكل ده اهو كده. انا خلصت اهي، ظبطت معايا بالشكل ده اهي. ياريت تكون عجبكم الايس كاب والغرزة الجديدة، وان شاء الله اللي عجبوا معايا الفيديو يرفعوا معانا بلايك وشير وتعليق جميل منكم. اي استفسار او اي ملحوظة او اي حاجة مش عجباكم او عايزينها ياريت تبلغوني في التعليقات، واشوف تعليقاتكم الحلوة، واللي ما اشتركش معانا يشترك باذن الله عشان يوصل لك كل جديد. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.